سيد جبار، هل ستسمح واشنطن للسوداني بزيارة البيت الأبيض قريبا؟ نعم سوف تسمح له، وهي الذي تحتاجه الآن وبشدة. واشنطن تحتاج السيد السوداني وراح تستقبله قريبا بالبيت الأبيض. سيد جبار، خلينا نبدأ بالانقلاب اللي صار أيام على السيد السوداني، على كابينته الحكومية، على ستاف الإعلامي. هذا الانقلاب سيد جبار كان يكون مبرر لو كان مثلا على قضية بقاء القوات الأمريكية أو طريقة تعامل الحكومة مع القوات الأمريكية، خما يكون من وراء موقع تليجرام. معقولة يا سيد جبار لفصائل المقاومة وللإطار التنسيقي التليجرام أهم من تواجد القوات الأمريكية بالعراق والتنازل عن أهم الشعارات اللي كنتوا تنادون بها سابقا؟ نعم، سؤالك يتضمن عدة فروع. الفرع الأول الذي تحدثت وتفضلت به هو أنه العراق بلد الحريات والديمقراطية، وهو الذي أعطى مساحة للآخرين أن يزاولوا أعمالهم ونشاطاتهم، والتليجرام وغيره من المنصات الإعلامية الموجودة الجميع يأخذ حريته ومساحته، ولذلك على الحكومة أن تعطي أيضا مساحة للمقاومين وللأبطال الذين حرروا الأرض والعرض، ولهم الحق في أن يعبروا عن آرائهم وعبر منصاتهم. يعني بعيدا عن حرية التعبير سيد جبار، عذرا، يعني أعتقد مفهوم حرية التعبير لدى هذه المنصات أو لدى الفصائل المسلحة هو مفهوم مغلوط حقيقة. لكن السؤال الجوهري الأهم اللي بديت بيه وياك، يعني معقولة تليجرام بالنسبة لكم أهم من تواجد القوات الأمريكية بالعراق؟ أهم شعار كنتوا ترفعوه، شعار اجيتوا من خلاله استلمتوا الحكم، وهو طرد المحتل الأمريكي الغاشم. خويا سيد جبار، هسه المحتل الأمريكي الغاشم هو عراب حكومتكم. لم نختلف على تسمية هذه المفاهيم وتسويقها. المحتل هو المحتل، لم يتغير شكله ولا لونه، ولكن استراتيجية تختلف، واستراتيجية المقاومة لها استراتيجية خاصة هي التي تقرر متى وأين وكيف. ولذلك هذه المنصات التي تم غلقها مع الأسف كانت تسرع من قبل الحكومة، والحكومة سوف تنظر قريبا إن شاء الله في فتح بعض مجال للمقاومة ولمنصات أخرى أن تزاول أعمالها عبر التليجرام. التليجرام يجب أن لا يقطع تماما. هاي معلومة سيد جبار لو تسريب، عذرا جنابك قاعد تتحدث بمعلومة مهمة جدا. معلومة لو تسريب لو شنو؟ لا قريبا سوف يكون هنالك، لم يكن قطع تام، وانما سوف يزاول الأخوة نشاطهم عبر التليجرام ان شاء الله، نأمل هكذا.